التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن الزياني وزير الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مع معالي السيد ماريس سانجيان بونسا وزير خارجية مملكة تايلاند الصديقة وذلك على هامش اجتماع حوار التعاون الآسيوي الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل الارتقاء به إلى مستوى أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.